شو حلو العائلة كلها عم تجتمع اليوم على الترويقة لك. يسعد لي صباحكم. صباح الخير خالتو. صباح زازا. لا غير شكل يا قلبي، غير شكل. والله العظيم يحيى لازم يفتح قناة للطبخ. لا والله، بس والله دايما وصفاتك الطيبة، كل شيء طيب بتعمله والله. مين استحسح ميمي؟ جاهز لنظهر يا بابا؟ ايه ميمي دايما جاهزة. ميمي بدك قطة؟ شو بدك؟ يا باي شو بدك ماما؟ قطة. يسعد لي صباحكم. انا كمان جهزت حالي. شو نسيتنا يحيى؟ نو 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 نو، تناتكم احلى عالم والله. قولي هاي. قولي سكري سكري بوم. سحورة شو رأيك بتركيا لحد هلا؟ والله بصراحة كتير حبيتها. اشتقت للندن ولا بعد؟ كتير. لا والله بتعرف اشتقت لبيتي، لأنه معودة ببيتي إنه هون الأشياء وهون الأشياء. شو يا ميمي بدل ما بتربط شعراتنا، قومي يا قلبي. والله اشتقت من هيدي الناحية إنه بيتي وهيك، بس إنه لا أكيد كتير مبسوطة إنه أهلي هون. أنا خالتي كمان. حتى إنه رفقاتي كيوتيوبرز أو غير يوتيوبرز كلهم حوالي، فشعوري كتير حلو والله. صح، حاسس الحياة فيها كتير سوشيال. صح، وفيها بركة الوقت. اجتماعية اجتماعية. كتير. نحن ببريطانيا انتو بتعرفوا انه ما عنا حياة اجتماعية، يعني انتو شاهدين على هيدا الموضوع. ميمي مكيفة. ميمي ميمي عم بتفقس عليك. شو عم تعمل فيي ماما؟ ماما يلا بس بعد اللي ربطة واحدة. ايه شو عم تعمل ماما لك؟ طلع حالك. دي اصعب مهمه للاميات انه الواحد يعمل شعر بنته والله، عشان هيك يعني بتشوفوا الفرق احيانا الوق من ورا، فاسمحوا لي فيها لانه ما بتخليني والله. بس لا والله كثير حلوه. لا والله اليوم لا علي هلا فايقه لانه هيكي هيكي. يلا نروح نجهز لنتروق وبعدين بدنا نظهر مشوار. شو رايك؟ يلا ميمي يلا 1 2 3. صباح الخير وايز فاميلي. على فكرة أكبر غلطة بهيدا البيت إنه ما في خزين، فمضطرين يعني اعذرونا إنه ما في خزين. ما بيأثر حياتي، ما بيأثر، أهم شيء نكون مبسوطين. أيوة ومرتاحين. لا هلا نحن نشكر الله مبسوطين ومرتاحين. وأنا كتير مبسوطة إنه أنتم كمان عم تتفاعلوا معنا، مبسوطين إنه نحن بتركيا. عن جد هيدا أهم شغلة. 100%. Anyway guys، فيديو اليوم غير شكل. ليش ما عدت صوتنا؟ لأنه خالتي اللي هي الماما بأوضة تانية. الشغلة اللي رح أعملها خالتي بتعشق شيء اسمه ميمي، بتعشقها. يعني لو بتشوفوا كيف تتصرف معها، كيف تتعامل معها، اليوم انتو رح تشوفوا. فإنا بنحط كاميرا خفية، نعمل حالة ظهرنا من البيت، وبديكم بس تشوفوا كيف تتصرف معها لوحدها. والله أنا لما بقعد برقبها وبشوفها كتير 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 إحساس لا يوصف، إنه تشوفوا حدا بحب أولادكم. في مثل كتير مشهور بيقول إنه أنت بتصير تحب الشخص أكتر إذا هو بحب أولادك. 100%. فاليوم رح نراقب خالتي وبدنا إياكم تشوفوا كل تصرفاتها مع ميمي. أنا بحس تصرفاتها حتكون إنه كتير كيوت، حتهتم فيها، ما تنسى إنه ربتك إنك. فلقسي شو حيصير. 100%. خليكم معي. تعيط عليها؟ لا ما بعتقد. هلا بنشوف. بس لا ما بعتقد هلا عم بتحط. لا 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 خلينا هلا نشوف شو حيصير معنا. بدي أشوف ردة فعل ميمي كيف حتتصرف. شو ماما شو بدك؟ هاي. وعشان خالتها أو إما مثل سحر حنطول هالمرة الوقت. 100%. بدنا نشوف شو بده يصير، كيف بده يصير، وكيف بدنا نخبي الكاميرا. خليكم معنا أول بأول. جاهز؟ طبعا. يلا واليوم من بعد ما يخلص هيدا أخذينكم على محل غير شكل. أوكي سحورة جاهزة؟ كتير جاهزة. خلينا نروح نشوف. بدي أشوف ردة فعل ميمي. يلا زي بدقوا. صلبتكم على زيتها ميمي. وانا ميمي شو بابا؟ لا لا وسبحنا عن جد؟ ايه ما وسخت ولا عزة. عن جد؟ شو أكلت؟ أكلت سوق شوربة. تتلول ايه؟ نو أبدا. على كل حال أنا صار لي ساعتين وشوي عم راقبك وعم شوف كيف عملت أنت وبنتك. ما عملنا شي غلط. أيوة وسخنا نحن. ما تقلي ما لقته لولو ما تقلي لو مش عم بيدوي. ان شاء الله كنت جبنا شيء لك. بس رجت البطاريات يا صاحبي. ليش صار لي ساعتين قاعد عم راقبك؟ هات لنشوف شو مش سهره. شوفها على اللابتوب صار لي ساعتين.
نرقص وين بابا؟ شو بدنا ببابا؟ قوم نرقص قوم نرقص انا وياكي يلا. والغزاله رايقه يلا قومي قومي بتا هاي جيمي من الحلوة لك عمي يا ميمي شو بتعرف تغني دق 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 مين اللي بيحب هاي ميمي افتحوا لي لك ميمي شو عم تتبرجع بس ما تقولي ابدا ما عم تسأل عنا جيب لي بونبوني يلا لحظة بونبوني ايوه لك لك بيبي كيف ناطرة لك شو عقلة اوكي يلا يلا لك 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 خالتي شو محمسة ما تقولي للماما ما تقولي للماما ما تقولي للماما تكرا بتضحك يلا قومي ناكل يلا لك 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 يلا 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 والله العظيم انتزعت بنتي شو وين ميمي ماما يا ماما وين ميمي ايه نحن ما بنعرف الرب يا جماعة سمعتوا وين ميمي ولا كلمة ميمي وين ميمي مش مبينة بالكاميرا كان لازم نحط كاميرا ثانية بقوسي ميمي كيف تعمل بقوسي بقوسي ليك شو مبسوطة وين راحت ميمي لازم نعمل مقلب الاختفاء بميمي شو رأيك نعملها والله شو رأيكم يا جماعة نعمل مقلب فيها ما بعدها صغير معقول بس نجربها إذا بدك لا لا بعدها صغير ما إذا قلت هيك مش عارفة إنه شو عم نعمل بتكون بدك تكبر بعد شوي عشان نلعب بالماي دوري بدك تقومي ليك بدك ليك بدك تتحمم بنتي بتعشق الماي بدك تبي شو؟ أي أبعد بدك هاي دي كمان تقريبي فلشي يا مان شو بدك؟ ليك بعد بدك بعد بدك هيدا لك 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 بدي اياها هي وقاعدة تتحطم فضايح يا جماعة اللي عم بتشوفوا فضايح شو خالته والله اللي بيتكل عليكي بصير عندنا سكر والله بصير عندنا سكري وضغط على صغر لا فرجيني مبسوطة مبسوطة قاعدة قاعدة رخيتها كمان مبسوطة يلا قومي كلك تكلك يا ريت حطينا كاميرا ثانيه قومي كلي يوم ييه تعال عندي ميمي ماما مش بالبيت احنا بنخرب الدنيا اليوم ماما مش بالبيت ايه اهم شيء ما تبكي شوكولا شوكولا افتح لك اياها افتحها والله بنتي سنينة رح يسوسوا يا جماعة سنينة امسوا لك شو بتنبسط بيبي يا عيني كنا بخالتي سرة بزينة لا نعمل مرجوحة لك لك انا بتبنى انا مرجوحة انا ليكي 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 انا بتعميكي انا بتعميكي يا حبيبي يا جماعة رح نرجع على لندن بنتي خلاص نحن وميمي شو يا قلبي شو تعال شوفي ميمي شو كنا عم تعمل بعبوح شو يا بعبوح ما عادش بدك خلص ليك 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 بس ابعد في ماي مش طبيعي شو بتحب الماي ميمي صبوا العسل بالجنة لا ناكل نحن وميمي ونكشف والله صوتك حلو يا زينة برافو ميمي برافو على الحمام يلا يلا على الحمام تسعديلي يا زينة يلا ليك والله أنا ما بتقعد معي هيك مريم بتتحرك كثير بتتحرك حياتي انتي حياتي كيف بدي لبسها بس ما عرفني ما بعرف شو بدها تجيب رجع مش البيجامه تقدريني يلا كلي يلا شو فخدة اوه تاخذ الكاميرا هيك اكشن يا زلمه
شفتوا كيف طفت الكاميرا يا جماعة؟ كيف بدي اشوف اكشن اكتر؟ بس شو هيدا؟ ما خلونا شوكولا الا ما اكلت. سبحوها يعني شو؟ لا منيح انه سبحوها، حمموها. لا حمموها، انا مبسوطة انه حمموها، بس كتير شوكولا ما بينفع. صح. بس انا شو؟ ليش عم بضحك؟ بس والله العظيم العلاقة بين الماما يعني هي خالتي وميريام شيء مش طبيعي. كتير عقلة معها كتير. اي نو ملاحظ. إذا شو رأيك هلأ نروح نزبط حالنا؟ صراحة بنروح نزبط حالنا، بنروح نتعشى بمطعم هيك نزبط. هو غدا وعشا يعني صارت هلأ الساعة 5 وشوي، فيلا جاهز؟ يلا لنسكو. يلا بسو يلا. من بعد ما اختبرنا خالتي وزينة وكلهم هلأ رايحين على محل شي بجنب، بدنا نخليكم معكم. شو قصتك كل ما تعمل شي بحدا بطعميهم؟ لأنه بدي الواي أسامي يتعرف على اسطنبول. فعم تعمل شكل تاني بشكل واحد. طبعاً مش أنت بتحبوا الفلوجات نظهر تكونوا معنا؟ والله ما إلي قلب ما أخذكم والله. أوكي يا جماعة، نحن هلأ صرنا بالسيارة مع كوساي. هاي كوساي. هاي كيفك؟ شو أخبارك؟ شو لوين رايحين اليوم كوساي؟ رايحين على كافيه أرادا. رايحين على كافيه أرادا. بدي فرجيكم على الطقس. ليكي كيف؟ مريم شو عم تعملي؟ باكي. شو؟ باكي. شو عم تحضري؟ باكي. شو عم تحضري؟ باكي. بيرد؟ شو عم تحضري؟ بيرد. بيرد. يلا ارسمي على الشباك رقم واحد. ارسمي وان على الشباك. وان. برافو. مرحبا. شو اسمك انت؟ ميمي دغري يعني دغري. كم عمرك ميمي؟ سنة ونص. ميمي قد ايه عمرك؟ وان. فكرة هيدا المطعم مزيج بين اللبناني والتركي، اوكي؟ عم جيب لكم مطاعم غير شكل. بس بدي افرجيكم على الفيو قديش حلو. وهلا ميمي في حدا من عائلة الواي اسامي اجى عطاها وردة. بس شو عم تعمل ميمي؟ قد ما بتحبنا؟ لا ما بتاكلها الوردة. اخر شيء طلع بدها زيتونة. ايوه طيبة. يا ميمي بدها ماكلة منها الصبح مش نسيتها. فرجيكم على البيزا اللبنانية الغير شكل يا جماعة. لبنانية تركية عشان اكيد عيني مش شايفينها ابدا. الله على الفتة اللبنانية الغير شكل والكبة. بابا 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 هيدا الشاورما اللبنانية على اسطوره. هاي جا خلص اخيرا. مريم خدي ماما. ليك ما بتخاف؟ ما بتخاف؟ شو ماما ما بتخافي انت؟ شو كمان سبرايت؟ خلصت الشوكولا بالبيت من بعد ما لقطتكم وكل شيء عم تجربيها سبرايت. اكلت كثير زيتون بدها تهضم. طب السيفر يا توبي رح يتمقطعوا فيكي. شو حلو؟ يلا خليكي هون يا ميمي، خليكي هون. يلا خليكي بنترك ميمي ونروح. باي باي ميمي. والله مريم ناوي اليوم تكسر كل الازاز. تعي يا قلبي يا ماما. لا باي ميمي. يلا تعي بنروح. باي. تعي تعي باي. تعي يلا بنروح باي. لانه خلص مصرة على الضو. ميمي حبيبي يا كوساي. ثانك يو كوساي. باي. ميرسي كوساي. يا جماعة بتلاقيها عم تطلش برا. Anyway guys، على فكرة كان فلوج غير شكل اليوم. هيك اختبرنا خالتك أو أمك وشفنا شوي من تركي. هو أنا بصراحة كنت حابة فرجيكم أكتر شيء على العلاقة بين خالتي ومن هي ماما وكمان مريم. علاقة كتير حلوة هيك بتقول. أنت شفتوا كمان أنا هيدا الأشياء اللي كنت بدي فرجيكم. حلوة بكل معنى الكلمة. والله كلها شوكولا. شوكولا على كل حال بدي أقول لك خالتي أنا بحبك كتير وكتير انبسطت إنه قضيتي يوم مع مريم. هيك لعبتوا تسليتوا حممتيها طعميتيها شوكولا. واكيد بالنهايه انت ربيتيني فانا بعرف انه انت فيري جود بالتربيه. فهيدي اهم شغله وبحبك قد الدنيا. يلا بايب ننهي الفيديو. يلا خلينا ننهي الفيديو. بدنا نقول لكم انتبهوا كثير 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 على حالكم. تنسوا تحطوا كثير لايكات وان شاء الله بنشوفكم بفيديو جديد. باي مريم. يلا ميمي قولي باي. شو عم تعملي؟ لحظه ميمي شو عم تعملي يا ماما؟ شو عم تعملي؟ عم تعمل ميك اب للدول؟ عم تعمل ميك اب للدول؟ عم تعمل ميك اب؟ ولإلي كمان. واو بيبي. طب يلا سكري 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 سكري.